يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يطلب العلم الطالب الذي لا يوجد في بلاده علماء ولا يستطيع السفر إلى العلماء؟ ماذا يفعل؟ يفعل ينتظر إلى أن ييسر الله له عالما في بلده، أو يستطيع السفر إلى بلد آخر، لكن لا مانع أنه يستمع للبرامج في الإذاعة، الإذاعات الإسلامية، برامج القرآن والعلم والدروس، يستمع ويستفيد، ويقرأ كذلك في الكتب الموثوقة، يقرأ ليستفيد، لا مانع من ذلك، بل هذا مطلوب، أنه يستمع ويقرأ ما يفيده. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يفتي الناس أو يدعي أنه صار عالماً، لا،